أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعو من السعودية والإمارات عيدروس الزبيدي مضيه في تحقيق مشروع الانفصال. قال الزبيدي إن استقلال الجنوب هدف مصيري لا رجعة في حد وصفه، لافتا إلى أن جزءا من هذا المشروع قد تحقق، في إشارة إلى سيطرة قواته العسكرية والأمنية على عدد من المحافظات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير اتفاق الرياض في ظل تمسك الانتقال بهدف الانفصال، وموقف المجلس الرئاسي والرياض من هذه المطالبات والدعوات التشطيرية. نتابع التقرير ومن ثم نعود لاستقبال ضيوف هذه الحلقة. ماضون في طريق الانفصال، مصممون على استعادة الدولة، طريقان متقاطعان داخل قيادة واحدة تمثل الجمهورية اليمنية. فبعد مرور سنة وثلاثة أشهر على ظهور مجلس قيادة الرئاسي تأسس بهدف توحيد الجهود باتجاه بناء حكومة يمنية توافقية، إلا أن الجميع لا يزال كما كان قبل ميلاد المجلس منقسم الرؤى والولاءات. فالعليمي الذي يترأس مجلس قيادة الجمهورية اليمنية متمسك باستعادة الدولة عبر مسار الإصلاحات الاقتصادية وتكثيف الضغوطات الدولية على ميليشيا الحوثي للخضوع لعملية السلام، وهو ما أكده رشاد العليمي خلال لقائه سفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن. لكن الزبيدي الذي يعد نائبا لرئيس مجلس قيادة الجمهورية اليمنية لا يزال بصفته رئيسا للمجلس الانتقالي الجنوبي مصرا على الاستمرار في مشروع التجزئة، حيث أكد مضيه في تحقيق الانفصال. وأتى التأكيد خلال فعالية خاصة قال فيها إن استقلال الجنوب هدف مصيري لا رجعة عنه. نحن جميعا سنمشي في طريقا إلى استعادة كل حقوقنا بكافة مؤسسات دولتنا الجنوبية إن شاء الله تعالى وعاصمة عدن. يتحدث الانتقالي على لسان رئيسه عن استكمال مشروع الانفصال بالنظر إلى أن جزءاً منه قد تحقق على الأرض بعد السيطرة على عدن وأبين وشبوة وسقطرى ولحج، ولم يتبقى سوى حضرموت والمهرة اللتين فشل حتى اللحظة في إسقاطهما عسكرياً نتيجة تدخلات سعودية. ما هو واضح أن الكيان الممثل للجمهورية اليمنية منقسم على مستقبل البلاد، وهو انقسام لم يعد ينحصر على ثنائية الشمال والجنوب أو الوحدة والانفصال، بل يتعداه إلى هويات متعددة ومتشظية، حيث ظهرت الهوية الحضرمية بكيان اسمه مجلس حضرموت الوطني. دعم المملكة للمجلس الحضرمي وضعه البعض في سياق صراع سعودي إماراتي على نفوذ الجنوب، إلا أن رعاية رشاد العليمي للمجلس الحضرمي فسرت كنزاع مع الانتقال على إدارة البلاد، يمنين أم يمنات؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيفي الأستاذ ثابت الأحمدي وهو كاتب وصحفي، ومعي أيضا المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن السيد صالح النود. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد صالح. سيد صالح، يعني الزبيدي أعلن أنه لا زال متمسك بمشروع الانفصال ودولة الجنوب، ألا تعتقد أن ذلك يعد نقضا لاتفاق الرياض الذي رعته السعودية و هدف إنشاء المجلس الرئاسي؟ مساء الخير. أعتقد موقف الذي أكد عليه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي هو كان الموقف الثابت للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أن تأسس، ولن يتغير هذا الموقف مستقبلا. كل الاتفاقيات اللي دخل بها المجلس الانتقالي الجنوبي كانت على هذا الأساس، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل قضية شعب الجنوب، ولكننا في أزمة وفي نمر بمرحلة معقدة تحتاج إلى أن يكون الكل متعاون للخروج من هذه الأزمة، لكن ليس على حساب القضية الجنوبية. وبالتالي المجلس الانتقالي الجنوبي خاض مع المقاومة الجنوبية ومع شعب الجنوب معارك عسكرية للحفاظ على هذه القضية، وأيضا ناوي أن يدخل في عملية سياسية أيضا للحصول على استحقاقات لهذه القضية بالشكل الذي يرتضيه شعب الجنوب، بما أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو ممثل لهذا الشعب ولإرادته. ولذلك أنا أستغرب دائما عندما نعود مرة أخرى ونستغرب من أن الرئيس القائد
أو المجلس الانتقالي الجنوبي أو الجنوبيين يتحدثون عن استعادة الدولة، لأن هذا كان الهدف ولن يتغير ذلك مهما كانت المتغيرات على الساحة. كان هذا الهدف منذ البداية، منذ إنشاء المجلس الرئاسة القيادي؟ لا، كان الهدف منذ أن تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي. المجلس الانتقالي الجنوبي ولكنه يعني قبل بالشراكة مع في المجلس لهدف آخر، وهو استعادة الدولة والدولة اليمنية بشكل عام وليس دولة الجنوب. نعم، هنا الإشكالية، يعني هنا ترجمة موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الخاطئة من البعض الذي يعتقد بأنه بدخول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مجلس القيادة الرئاسي قد تخلى عن القضية وأصبح يطالب بعودة الجمهورية والوحدة وإلى آخره. لا، المرحلة هي مرحلة انتقالية بحاجة إلى أن تعالج كثير من الملفات، وأهمها القضية الجنوبية والتي يجب أن تأخذ حقها من استحقاقات المرحلة القادمة. ولكن طبعا نحن نمر بأزمة حاليا ولا ندري ما هي ملامح المشهد القادم، وكل الخيارات ستعود يعني على الطاولة مرة أخرى في حال أنها فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يلبي ما كان قد تأسس من أجله. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي، اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت الأحمدي، يقول ضيفي صالح النود من حق دولة الجنوب أو المحافظات الجنوبية أن تأخذ حقها من الاستحقاقات القادمة. أهلا وسهلا عزيزتي والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. القضية الجنوبية يعني معترف بها ومطروحة على جدول الأعمال، ولا أحد ينكر استحقاق أو حقية القضية الجنوبية أبدا. المشكلة تكمن في المزايدات التي تعقب أو تتغلف بها القضية الجنوبية. دعيني في البداية أقول لدينا مرجعية كبرى، يصعب بل يستحيل أن نتجاوزها. الدستور اليمني، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء، مخرجات مؤتمر الرياض، مخرجات مشاورات الرياض اليمنية اليمنية، جميعها أشارت طبعا إذا ما مسألة الدستور اليمنية هذه مسألة ثانية، جميعها أقصد عالجة القضية الجنوبية وتحدثت عنها بإنصاف، ولا غبار ولا مشكلة عليها. ولا تنسي أن هذا كل أن هذه المرجعيات كلها تتحدث عن الجمهورية اليمنية الموحدة الموحدة، وضع كلمة موحدة بين قوسين. لكن للأسف لدينا سياسيون قفزوا على الواقع وأصبحوا يعني يقفزون على الدستور اليمني وعلى مشاورة وعلى نعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى مشاورة الرياض وعلى مخرجة مؤتمر الرياض الأول كذلك. وهذه كلها تضرب عرض الحائط، ومتجاوزين إياها للأسف الشديد، متوهمين أنهم سيحققون بعض الوهم، لكن على أي حال يعني. ولكن هم يرون أستاذ ثابت، هم يرون أن هذه المخرجات وهذه المرجعيات التي تتحدث عنها من دستور يمني ومن مخرجات حوار وطني وحوار الرياض واتفاق الرياض لا يلبي الهدف الأسمى للقضية الجنوبية واستعادة الدولة دولة الجنوب وتحقيق الانفصال، وأنه هذا هو الهدف أو المطلب الرئيسي لأصحاب الجنوب. يستحيل أن يتجاوزوا أي واحدة منها. هم شاركوا فيها وهم جزء منها وموقعون عليها ويعملون في ظلها، وكيف بالنهاية يريدون الاستحواذ على هذه المضامين، يعني في كل المفردات وفي كل القوائم التي أشارت إليها. هذا مسألة مستحيلة جدا للغاية. ثانيا، المجلس الانتقالي، ليكون على علم، المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب مطلقا، وقد قلنا هذا الكلام أكثر من مرة. هو يمثل جماعة معينة في جغرافيا معينة فقط، وبالتالي الأغلبية لا يزالون حتى الآن مع الوحدة اليمنية، الأغلبية ضد الحوثي، الأغلبيين مع يمن موحد إلى آخر، يعني مجلس حضرموت، الشرعية إلى آخر، كل هذه المكونات لها في الغالب مواقف مغايرة ضد الانتقالي، وإن كانوا يتفقون مع الانتقالي في مسألة القضية الجنوبية التي لا ينكرها أحد. والقضية الجنوبية كما قلت هي واحدة من المخرجات ومن القضايا التي عالجها مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء، ومن القضايا التي أشارت لها أيضا المؤتمرات الخارجية، ولا تزال أيضا قيد النقاش وقيد الجدل حتى هذه اللحظة، ولم يقل أحد بعدم مشروعيتها. نعم، إذا سيد صالح، هذه المرجعيات، الدستور اليمني، مخرجات الحوار الوطني الذي كان في صنعاء وكان هنالك وفد للقضية الجنوبية، وأيضا حوار الرياض الأهم والاتفاق الرياض، أنتم كنتم جزء من هذه الاتفاقات، كنتم مشاركون فيها وموقعون عليها، ما الذي تغير إذا؟ يعني كيف تقبلون بشراكة ثم تعملون على أرض الواقع على نقيض من ذلك؟
من المؤسف أن يكون هذا هو التوصيف للأخ الثابت لما هو حاصل. المرجعيات ليس نحن بدرجة أساسية التي نرفضها. هذه المرجعيات هي اليوم مرفوضة، وإذا كان هناك من يعتقد بأن هذه المرجعيات ما زالت قائمة فليذهب ويقنع ميليشيا الحوثي بهذه المرجعيات، فليقنع هذه الميليشيات بأن تسلم الـ لنتحدث عن اتفاق الرياض، لنتحدث على آخر اتفاق، اتفاق الرياض لم يكن الانتقال جزء من هو ذكر المرجعيات بأنها هي التي تحكمنا وهي التي لا يمكن أن نتجاوزها، وهي التي نحن نقول بأن هذه المرجعيات قد انتهت صلاحيتها في الحقيقة، وليس بدرجة أساسية لأن نحن نرفضها، وإنما أن المشهد والواقع يرفضها بشكل عام. لذلك علينا أن نتجاوز هذه العقدة وهذه المشكلة التي يعاني منها الكثير في توصيف المشهد. هذه المرجعيات لم تعد قابلة للتطبيق، ولذلك لا بد أن نتحدث عن مراجع أخرى. المرجعيات التي يمكن أن نتحدث عنها هي الاتفاقيات مثل اتفاق الرياض، مثل مشاورات الرياض التي كان المجلس الانتقالي الجنوبي حاضر فيها، لكنه دخل فيها، لم يدخل فيها هذه الاتفاقيات ليسلم بأن القضية الجنوبية قد انتهت، أو أنه قد أتى أو أتت هذه المرجعيات وهذه الوثائق والاتفاقيات بحل القضية الجنوبية. هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات لإدارة أزمات نمر بها، وتعاوننا على أن نتجاوز هذه التحديات في ظل معركة كان يفترض أن نكون نحن والكل بها ضد ميليشيا الحوثي، ولكن يبدو أن اللغة ما زالت لغة أن الجنوب، يعني تارة نتحدث عن حق الجنوب في وأحقية القضية الجنوبية، ومن ثم ننتقل بنفس النفس ونقول بأنه لا يمكن للجنوبيين أن يتجاوزوا هذه المرجعيات التي أساسية هي موجودة لإجهاض القضية الجنوبية، ولذلك علينا أن نتعامل مع هذه المرحلة التي نحن بها بتجرد من كل ما كان في الماضي. اليوم نحن أمام أزمة حقيقية، وهي اعتراف ضمني بميليشيا الحوثي كحاكم فعلي في الشمال. ماذا القوى الشمالية فاعلة التي هي معنا في الصف الشرعية الحالية المؤقتة؟ ما هي ما هو موقفها من هذا الواقع؟ يبدو أن جهودها مركزة على الجنوب وعلى الوضع في الجنوب، ونست بأن ميليشيا الحوثي يسلم لها الشمال حاليا بعملية سياسية. لا يمكن لهم مرة أخرى أن يطالبوا بهذه الميليشيات أن تغادر المشهد مرة أخرى، ولذلك نحن في الجنوب لن نسمح لأن نكون من جزء من هذه المؤامرة التي يراد لهذه الميليشيات أن تكون هي الحاكمة الفاعلة على اليمن. إذا كان هناك من يقبل بها أن تكون حاكمة على الشمال لهم ذلك، ولكن لن يكون ذلك على حساب الجنوب. نعم، إذن أستاذ ثابت، لماذا تنشغل الشرعية كما يقول أستاذ صالح النود بموضوع المجلس الانتقالي وتتغاضى عن القضية الرئيسية وهو الانقلاب الحوثي في صنعاء؟ أصبحت تقبل بالحوثي وتتعامل معه كأمر واقع وتتحاور معه كما يقول السيد صالح النود، هم غير مضطرين للقبول بالحوثي والتعامل معه كأمر واقع، وهم دخلوا في محادثات الرياض غير مسلمين ودخلوا بشروطهم الخاصة التي تضمن لهم تحقيق هدفهم كما يقول استعادة الدولة الجنوبية. يا عزيزتي، بالعكس، الذي ربما التف على القضية الجوهرية وهي قضية الانقلاب الحوثي هي المجلس الانتقالي. لا تنسي يا عزيزتي والمشاهد الكريم والضيف الكريم أننا جاءت عاصفة الحزم، وليس هناك شيء اسمه مجلس انتقالي. المجلس الانتقالي تأسس بعد عاصفة الحزم بسنتين، وبالتالي بدل أن نلملم جهودنا كامل باتجاه محاربة الحوثي والقضاء عليه واستعادة الدولة، وجدنا أنفسنا أمام حرائق جانبية أشعلناها على الطريق متمثلة في المجلس الانتقالي. هذه مسألة أولى. ثانيا، لا تنسي المجلس الانتقالي بالنهاية لنقول أنه مكون يمني يخضع للتحالف العربي، والتحالف العربي الذي يقود عاصفة الحزم. عاصفة الحزم من ضمن أولى قراراتها استعادة الدولة اليمنية واستعادة الوحدة اليمنية واستعادة الجمهورية. هذا، وارجعوا إلى البيان الأول لعاصفة الحزم وإلى تصريحات عاصفة الحزم وإلى الشعار الذي رفع في مؤتمر المشاورات اليمنية والتي شارك تحته أيضا أعضاء المجلس الانتقالي بمن فيهم عجرة الزبي نفسه شارك، وكان هدف هذا الشعار استعادة الدولة اليمنية الموحدة.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيد ثابت الأحمدي. سيد صالح النود، ما الذي تتوقعه في يعني الآن السعودية أصبحت تتعامل مع منطقة حضرموت والمهرة بنفس مختلف عما كانت عليه سابقا عندما وصل الانتقال إلى شبوة وإلى أبيان وغيرها من المناطق؟ كيف سيكون الوضع الآن مع تدخل السعودية الأخير؟ طبعا المملكة العربية السعودية تدير أزمة في غاية من التعقيد، هي تريد أن تدير الأزمة بأقل يعني اضطرابات، وترى بأنه في كثير من المحافظات ربما يحق لها أن يكون لها مكون يتحدث باسمها. هذه بحد ذاتها ليست مشكلة، المشكلة أن تأتي مكونات داخل الجنوب وتذهب الجنوب إلى يعني بعيدا عن المشروع الذي يريده شعبه. هذه هي ملاحظاتنا على هذه المكونات، ولذلك حتى هذه اللحظة مؤتمر أو مجلس حضرموت الوطني كما يسمى لم يتأسس بشكل كامل، هناك هيئة تأسيسية ولا نعلم ملامح هذا المجلس وما هي الغاية النهائية. قد ربما يتفاجأ الكثير في نهاية المطاف أن يكون هذا المجلس هو من الأدوات التي ستساعدنا في الجنوب على أن نلملم وضعنا وعلى أن نبني دولة الجنوب الاتحادية، وهذه المكونات ستكون ممثلة لهذه المحافظات ضمن دولة جنوبية اتحادية. لذلك كثير من عول على هذه الخطوات أو على تأسيس مجلس حضرموت الوطني وكأنه ضربة ناسفة للمشروع الجنوبي، بالعكس هناك استباق لهذه الأحداث، لذلك سننتظر ما سيؤول إليه الوضع. لكن كما قلت لك أختي العزيزة، هناك أزمة على مستوى الوضع في اليمن بشكل عام، والتركيز على الجنوب للأسف الشديد أخذ الأنظار بعيدا عن ما هو حاصل والمأساة الحاصلة في الشمال والتي يبدو أنها ستتعزز في الأشهر القادمة، خاصة وأن هناك الخطاب ما زال مثل خطاب الأخ ثابت الذي ما زال يصر على أن الواقع مختلف عن ما هو عليه. لذلك أتمنى أن يكون الناس أن يكون المتابعين أكثر يغضى لما هو حاصل في الشمال والتركيز أكثر على صنعاء أكثر من التركيز على عدن هذه الأيام. وما يعني مصير اتفاق الرياض في هذه المرحلة؟ اتفاق الرياض يبدو أننا تجاوزنا اتفاق الرياض بحد تجاوز، يعني اتفاق الرياض كان في الأساس هو لملمة الجهود لشن معركة عسكرية ضد ميليشيا الحوثي. أين نحن من هذه المعركة العسكرية التي كان مجلس القيادة الرئاسي مراد به أن يقوم بهذه المعركة؟ اليوم الكل استسلم، سواء كان القوى الشمالية داخل الشرعية أو حتى الأقليم ربما بدأوا يتماهوا مع هذه الميليشيات ويدخلوا في حوار سلام سيكون كارثي بكل المقاييس. الموقف الثابت للمجلس الانتقالي الجنوبي هو أننا لن نقبل بأن نكون بأي نوع من الشراكة مع هذه الميليشيات أو نسلم الجنوب لهذه الميليشيات أو لأي تأثير لهذه الميليشيات في المستقبل بعد أن حررنا الجنوب وسقطت العسكر. نعم، لا نرى للانتقال سيد صالح أي تعليق على خروج الناس للشارع للمطالبة بالخدمات. سيد صالح هل ما زلت معي؟ إذا يبدو أننا فقدنا الأستاذ صالح. إذا بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.